أقدمت قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية على قنص امرأة وطفلة إلى أمام منزلهم في محافظة تعز. وقال شهود عيان إن قناصة ميليشيات حوثي المتمركز بأطراف الدفاع الجوي قنص المواطنة أروى إسماعيل البالغة من العمر 30 عاما وطفلتها إلى أمام منزلهم. وتواصل ميليشيات الحوثي جرائمها وانتهاكاتها في حق المدنيين بمحافظة تعز منذ 8 سنوات، كما تواصل خروقاتها للهدنة ورفضها الانصياع لجهود إحلال السلام. الساعة العاصمة خارج من البيت القناص من جيل من قوار الدفاع الجوي يقعد رميها براسه الساعة العاصمة. فجاء في وهي تقول لي تعال 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 وطلع على الأرض. ودي ما براسي صيح صيح ما بدي ما براسي طلقة براسي أنا شفت طلقة في عيني إشعاع طلقة هي ساكن براسي. ما ذنب هل كانت تحمل سلاح ولا كانت لا قاعد ماسك عيالي عند امي ضيفه تصيح يا حم راسي يا حم راسي من المقدر يا حم راسي مقدرني امسك راسي ما ابو ما ابو بنتي ما حصل لي قلم انا جدي ليش سيبي راسي سيبي ليش يا مودي حما اسعفيني 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 اخر مكان انا قال اني قلت لي تلقى فيش اسعف الدورة طلع كل ثاني من الدورة اقريني ما هي قالت قطب الناس احنا الحمد لله ما حمينا بشع والله يقاسم كل السبع احنا فقراء ضحافة الحمد لله من احصل قتلنا بالصميم لا نعد حاول ندور حاول نجيب بعد حنا احنا نشهد رب العالمين حسب الله ونعم الوكيل للظالمين ما حمينا نحن مساكين فقراء نحن مناكين نعلم بحنان الله ان نشتي الامان حسب الله ونعم الوكيل للظالمين حسب الله ونعم الوكيل للظالمين ما تقول للحوثاء والقناصين اللي يقنصوا الاطفال تصيبهم رب العالمين الله يهدهم ما قوي الا الله هنقول لهم على الفقراء والشعب ضحيه ما يضحي ما